وبهذه المناسبة يسر أن يكون معنا عبر الهاتف من باريس المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة. أنت سيد محمد، أنت باعتبارك تمثل إحدى المنظمات الحقوقية الدولية بالتأكيد التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافة حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة وبالتأكيد المواثيق والعهود الدولية. كيف تقرأ هذا الفوز ويعني سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان؟ السلام عليكم. طبعا يعني في البداية أنا بهنئ المملكة حكومة وملك وحكومة وشعب على الفوز المستحق في مجال حقوق الإنسان، على التحول الديمقراطي الذي حققته مملكة البحرين في الوقت الراهن، ومن قبل هي حققت التنمية وحققت المجالات العدة في الصعيد الداخلي والصعيد الإقليمي. مملكة البحرين تحظى ب إرقاء لحقوق الإنسان وإرساء لحقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان في عهد الملك المفدى الذي حفظه الله، يعني جعل من المملكة البحرين عدالة اجتماعية وجعل الحريات وجعل المساواة بين أبناء البلد حتى المعارضين احتواهم وحاول أن هو يشركهم في المشهد السياسي وتمثيلهم في البرلمان وفي الجمعيات الحقوقية التي يحظوا بالحريات فيها. فكل هذا يعني من أجل رفع حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وهذا الفوز المستحق في حقيقة الأمر هو تتويج لما جاء من إرساء لحقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان الذي حققتها المملكة في العهد الذي نعيش فيه الرخاء والسخاء بالمعايير الدولية والمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية. وشاهدنا مملكة البحرين تمثيل جيد من سفيرها السفير الممثل الدائم بجنيف في الكلمة دورة 39، وهو فعلا خير من يمثل حقوق الإنسان لمملكة البحرين. وعلى الصعيد الخارجي يعني الشيخ خالد حفظه الله وزير الخارجية له مشهود له بالتحرك الدولي على الصعيد الدولي في المحافل وفي المؤتمرات، ومملكة البحرين أصبحت الآن صديق لكل العالم يعني ومنفتح على العالم في هذا المجال. وهذا في حقيقة الأمر تتويج رائع لمملكة البحرين ونهنئها مرة تانية. ويعني دائما وأبدا مملكة البحرين مرتفعة في مجال حقوق الإنسان وإرساء حقوق الإنسان، وفعلا يعني هذا النجاح يستحق للمملكة. من باريس المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، شكرا جزيلا لك.